طبيه الأصيلة. شوطنا الثامن عشر خاص للقعدان. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، أعلنت انطلاقة الشوط الثامن عشر خاص للقعدان. المشتركات المفاريد مسافة 1500 متر، المقدمة وصدارة رمز ومحمد بن صالح السعد المريه، وصلتان الأسماء، وصل الذيب الدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري من يقدم الذيب، ولكن هنالك مشاهدينا الكرام متابعينا، وثالث الأسماء وصل الذيب لسيد سالم بن عبيد بن شينان المريه، وثاني الأسماء وصل مختار ليكون مختار ويختار بهذا الشوط هادي بن سالم بن لفجح المريه، ولكن هنالك خامس الأسماء مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء، شاهين وجار الله بن بريك بن سميخ من يقدم هذا الاسم الكبير والاسم العملاق، ولنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة. هنالك الله الله رمز ومحمد بن صالح السعد، ولكن الذيب قادم عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، ثاني الاسماء ثالث الاسماء وصل مختار وهادي بن سالم اللفجح المري، ولكن الله الذيب وعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، السلامات وين الى اهالي الخريب. الله الذيب الذيب وعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، السلامات اهالي الخريب، سلام الخريب، سلام سلام يا اهل الخريب، سلام الدكتور، سلام الدكتور عبد الله بن مطر المرة الرابعة على التوالي، تهانينا وسلام إلى أهل الخريب على فوز الذيب بالمركز الأول للسيد عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، المركز الثاني كان من نصيب مختار وهادي بن سالم اللفجح، والمركز الثالث كان من نصيب شاهين وجار الله بن بريك بن سميخة. والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، التوقيت الزمني نحتذر مشاهدينا الكرام للتوقيت، لم يكن لباقي المشاركين والمتابعين يوافون بالتوقيت الزمني للشوط الثامن عشر خاص للقعدان. تهانينا والناموس لمالك الذيب عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، وسلاماتي لأهالي الخريف، سلام على النقطة.